هي أول مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية قبل الحديث على تعيينات مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إلى قرارات لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم. لجنة الاستئناف اللي قررت تخفيض عقوبة اللعب دون حضور جمهور المسلطة من طرف مكتب الرابطة الوطنية على النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي، التخفيض من مباراتين إلى مباراة واحدة، ما يعني أن النجم الرياضي الساحلي سيستضيف الملعب التونسي ضمن ربع نهائي كأس تونس في ملعب سوسة بحضور الجمهور. أيضا من بين القرارات تأجيل النظر في إثارة النادي الرياضي الصفاقسي المقدمة ضد الترجي إلى جلسة يوم 25 جوان القادم بطلب من هيئة الدفاع بالترجي. أيضا قرارات تهم نوادي الرابطة الثانية تأجيل النظر في الطعن فريق هلال مساكن ضد فريق القلعة الرياضية إلى يوم 25 جوان بطلب من فريق القلعة الرياضية. تأجيل التصريح بالحكم في الاستئناف المقدم من فريق أمل جربة ضد قرار الرابطة في ملف نزاعه ضد مستقبل جابس إلى يوم 18 جوان القادم. أيضا تأجيل النظر في استئناف نادي سكك الحديد الصفاقسي بخصوص الإثارة المقدمة ضد فريق نادي كرة القدم بالمفيلة، وتقرر النطق بالحكم يوم 18 جوان القادم. إلى تعيينات مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إلى مرحلة التتويج، مرحلة البلاي أوف، الجولة قبل الأخيرة نهار الجمعة 14 جوان، مباراة واحدة في ملعب باردو 4:30 متاع العشية، الملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي. نهار السبت 15 جوان زوز مواجهات 4:30 متاع العشية دون حضور جمهور في ملعب سوسة، النجم الرياضي الساحلي يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، والسبعة متاع العشية أيضا دون حضور جمهور في ملعب رادس الترجي الرياضي يستضيف الاتحاد المنستيري. من مرحلة البلاي اوف إلى مرحلة تفادي النزول الجولة الأخيرة، كل المباريات نهار الجمعة 14 جوان، والأنظار تتجه لملعب سليمان، مباراة رهانها البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، مباراة ملعب سليمان 4:30 متاع العشية، مستقبل سليمان يستضيف نجم المتوي، والسؤال من سيرافق مستقبل المرسى إلى الرابطة المحترفة الثانية. بقية المواجهات مباريات شكلية، قوافل قفصة يستضيف الأولمبي الباجي، اتحاد بن قردان يستضيف مستقبل المرسى، والنادي البنزرتي يستضيف اتحاد تطاوين. من أخبار فريق اتحاد تطاوين، إضراب متواصل عن التمارين لعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية. البارح كان الموعد مع اجتماع للهيئة المديرة لاتحاد تطاوين اللي طالبوا السلطة الجهوية بالتحرك لصرف منحة الشركة الوطنية للأنشطة البترولية. ممكن سيناريو مباراة اتحاد تطاوين والأولمبي الباجي نجم يتعاود في المباراة القادمة، مباراة اتحاد تطاوين والنادي البنزرتي. خبر يهم الاتحاد المنستيري، تبعا لقرار الهيئة التسييرية لفريق الاتحاد عقد جلسة عامة انتخابية يوم 17 جويلية القادم. رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات يدعو كافة المنخرطين حضور أشغال الجلسة الانتخابية بعد انتهاء الجلسة العامة التقييمية بمقر النادي وفق الجدول التالي: انتخاب هيئة مديرة جديدة للاتحاد المنستيري، وتأكيد تعيين مراقب حسابات للمدة النيابية الجديدة. إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية، تعيينات مباريات الجولة الأخيرة غدوة 4:30 متاع العشية في المجموعة الثانية: مستقبل رجيش محيط قرخنة، أولمبيك سيدي بوزيدة الترجي الجرجيسي اللي صعد رسميا للرابطة الأولى، مستقبل جابس مكير المهدية، أمل الركبة تطاوين الملعب الجابس، أولمبيك مدنين سبورتينغ المكنين، أمل جربة نسر جلمة. في المجموعة الأولى ديما غدوة نفس التوقيت 4:30، من حمام سوسة نادي حمام النمف، والنادي القربي يستضيف سبورتينغ بن عروس.
نهار الجمعة في المجموعة الأولى القلعة الرياضية المرجان الرياضي بتبرقة مستقبل وادي الليل شبيبة العمران النجم الرأسي شبيبة القيروان وجندوبة الرياضية جمعية ريانا. من بطولة الرابطة المحترفة الأولى وبطولة الرابطة المحترفة الثانية لتصفيات مونديال 2026 القارة الإفريقية البارح لحساب المجموعة الخامسة المنتخب المغربي في أكادير ربح منتخب الكونغو برازافيل 6 أهداف دون مقابل. منتخب مغربي يتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط وفي نفس المجموعة البارح المنتخب التنزاني فاز على المنتخب الزامبي 1-0. في المجموعة الرابعة البارح هزيمة لمنتخب ليبيا ضد الكافير 1-0. ليبيا 7 نقاط الكافير نفس رصيد النقاط والمنتخب الكامروني في أنغولا تعادل 1-1 ضد المنتخب الأنغولي أنغولا 6 نقاط والمنتخب الكامروني يواصل تصدر مجموعته برصيد 8 نقاط. في المجموعة الثانية منتخب السودان يواصل التألق البارح المنتخب السوداني فاز على منتخب جنوب السودان 3-0 دون مقابل. منتخب السودان يرفع رصيده 10 نقاط متصدر للمجموعة الثانية أمام المنتخب السنغالي. بقيت نتائج البارح تعادل دون أهداف بين كينيا الكوت ديفوار مدغشقر مالي نفس النتيجة جزر الموريس إسواتيني فوز 2-1 لجزر الموريس انتصار جزر القمر على تشاد 2-0 ليسوتو والهزيمة ضد رواندا 1-0. انتصار جنوب أفريقيا على زيمبابوي 3-0. المنتخب الجابوني فاز على غامبيا 3-2. مباراة أدار الحكم التونسي الصادق السالمي ومنتخب بوروندي فاز على السيشيل 3-0. كرة السلة نرجع للشأن المحلي. كرة السلة المباراة الثالثة ضمن سلسلة نصف نهائي البطولة اليوم 6:00 في قاعة بوهيمة في رادس النجم الرادسي يستضيف الاتحاد المنستيري وفي قاعة عزيز ميلاد أيضا المباراة الثالثة ضمن سلسلة نصف النهائي شبيبة القيروان تستضيف النادي الإفريقي. في صورة فوز الاتحاد والنادي الإفريقي ثنائي يضمن التأهل إلى الدور النهائي. الجولة الرابعة سوبر بلاي أوت اليوم 6:00 شبيبة المنازه النجم الساحلي الزهرة الرياضية نجم حلق الواد الدالية الرياضية بجرومبيليا اتحاد الأنصار. نذكر اتحاد الأنصار ضمن الصعود للبرو آ. نكمل بالتنس بطولة نوتنغهام الإنجليزية أونجبر تأهلت إلى الدورة القادم بعد الانتصار على الكولومبية كاميلا أوزوريو 2 مجموعات دون مقابل 6-2 و6-3. أونجبر في الدورة القادم ستواجه تشيكية ليندا فروفيرتسوتوفا المصنفة رقم 139 عالميا. هكا نكملوا أخبار الرياضة. أجمل تحية رفقي إلى اللقاء. إشهار.